أن الصلاة هي الحصن ضد أي خطيئة وضد أي نكد. معلش خلينا نتكلم بقى باللغة اللي تفرق معانا أكتر. بيوتنا فيها نكد، النكد ده قلة صلاة، في غضب قلة صلاة، في عيال بتضيع قلة صلاة، في شهوات بتزيد قلة صلاة. الصلاة هي الحصن، فأنا لما اقتنع أن صلاتي هتستر عليا وعلى بيتي، هتحمي عيالي، هتزيح النكد، هتنظف دماغي، هتشيل مني خطايا لمجرد ان انا بصلي احسن، طب يبقى لازم اصلي. الفكره دي مستقره عندكم ولا مش مستقره؟ واضحه؟ احنا ساعات بتبقى غايبه عننا فكره ان الحل هو الصلاه، وساعات لدرجه ان شعبنا ساعات يتضايق لما يروح لابونا يشكي، تلاقي اجابه ابونا دايما ايه؟ طب نصلي. اوه ما عندكوش غير الكلمه دي؟ هي فعلا ما عندناش غير الكلمه دي، بس انت مش واخد بالك ان الصلاه بتحط ربنا في الموضوع. خلاص خلص. هي الصلاة بتعمل ايه؟ بتدخله، بتقول له تفضل حل، تفضل غير، فبيدخل. من غير الصلاة هو ما بيدخلش، لان هو قال اسأله، اطلبه، اقرعه. طب انا ليه مش بعمل كده؟ عندي حل ذهبي وحل مش صعب، لكن احنا مش مقتنعين كفاية بالفكرة.